الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. الصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا فرطكم على الحوض، وحوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وعدد آنيته كنجوم السماء، ترد عليه أمتي، فمن ورده شرب، ومن شرب لن يظمأ بعده أبدا. قال: وليختلجن علي أقوام فأقول أمتي أمتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من كان من أمته بآثار الوضوء، فيقول أمتي أمتي. قال: وليذادن عن الحوض كما يذاد البعير الضال، فأقول أمتي أمتي، فيقولون: إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا. فأقول: سحقا سحقا، يعني بعدا لمن بدل الدين، وسحقا لمن غير السنة، فلا يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت هذا الموقف أيها المسلم الكريم، حرصت أشد الحرص أن تموت وأنت على السنة، ما تموت على البدعة، لأن البدعة شر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر ويقول: ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الكلام ده حديث يا أخواننا، في ناس قايلين إنه دي افتتاحية بتاعت خطبة بيعملوها الناس برام ولا بسواها الدعاة، ده حديث نبوي رواه مسلم عن جابر. كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، يعني الدين، ما ليس منه فهو رد. رد مردود الزول ذاته، ورد مردود البدعة بتاعته ما مقبولة. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل في الدين، الدنيا دي ما خليها، انت اعمل فيها مصلحتك كويس، أما في الدين ما تعمل حاجة إلا وعليها ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ما عرفت إنه النبي صلى الله عليه وسلم عمله، ما تتقرب به لله، لأنه ما تقرب أحد
ببدعة إلا وقد ازداد من الله بعدا. دي ما بتقربك لله. قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لأنه دفع عمل كثير يوم القيامة أصحابه قايلين إنه خير بيجي بيلقوا تراب ما في حاجة. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أعمل حسابك شديد، ما تسوي لك عمل بدعة. ومن أخطر البدع هذه الأيام ما يسمى بالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأديك كلام مختصر جدا في الموضوع ده، لأن المحتفلون عندهم شبهات بيجيبوها لك، يقول لك عندنا دليل من الكتاب ومن السنة، وما عندهم. لكن كل النصوص اللي بيجيبوها دي بيقول لك: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، آية في سورة يونس. ويقول لك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الاثنين: هذا يوم ولدت فيه وبقى بصومه، وغيره من النصوص، آيات أحاديث. بس نسألهم سؤال واحد: هذه النصوص هل قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما قرأ؟ لا شك إنه قرأ كله، لأنه لو أحاديث هو اللي قالها، ولو آيات أنزلت عليه. طيب نقول لهم: هل فهم منها ما فهمتم؟ هل فهم منا إنه يتجمع الناس في ربيع الأول ويعملوا خيم، أي خيمة بيسن طريقة، وأي خيمة تقدم ما عندها من المدايح والرقصات، ويجيبوا الأكل ويبيعوا حلاوة مولد، وتلموا الرجال والنساء والشباب في أيام المولد في ربيع الأول؟ هل فيهم منا هذا؟ الإجابة لا. ما احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر الصديق من بعده حكم 2 سنة و4 أشهر ما عملوا، عمر 10 سنوات ما عملوا، عثمان 13 سنة ما عملوا، علي بن أبي طالب من بعده 4 سنوات ما عملوا. رضي الله عن الخلفاء الأربعة: الحسن بن علي، معاوية بن أبي سفيان، عبد الملك بن مروان، لا عمر بن عبد العزيز. معقول يا ناس، يا مسلمين، معقول سنة تفوت على يديه كله ونعرفها نحن؟ ها؟ يقول لك انتوا ما بتحبوا النبي وما بتفرحوا به، ديل كلهم زينا. انت خليني منك، بس انا زي ديل. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء والعشر المبشرين، ديل كلهم نحن زيهم. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم لو ده الفرح يفرحوا به اول ربيع، ها؟ الاول وننتهي على كده بس. ده يا هو فرحك بالنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا اخوانا نعرف ان هذا من البدع المنكره التي انكرها فقهاء الاسلام الائمه الاربعه المتبوعين الان، ومذاهب معروفه في الدنيا كلها. منو منهم عمل هذا الاحتفال؟ لا ابو حنيفه ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد بن حنبل ولا غير من الأئمة، لا الثوري ولا الأوزاعي ولا الليث بن سعد ولا واحد من أئمة الدين. معقول سنة نعرفها نحن وديل كلهم ما يعرفوها؟ ما ممكن. لو كان خيرا لسبقونا إليه، ألا إن خير الأمور ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. يا أخواننا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام علمنا سنن وآداب وأخلاق رفيعة وسيرة كريمة ما لقينا منها إلا هذا؟ ده لو فيها ذاته ما لقينا إلا ده؟
يجتمع الناس على الشر وعلى المعصية وعلى التبرج وبيع البنجو والأغاني وموسيقى وناس يدقوا ويرقصوا، ما لقينا من سنة النبي إلا ده. هذه بدعة منكرة، ما يجوز شهودا. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يا إخواننا، لو سلمنا جدلا أن الاحتفال من الدين، لو سلمنا جدلا هل يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية وإمام الموحدين نحتفل به بهذه الطريقة؟ أول ما أنت تشوف عينك في الاحتفال بالمولد طرق كثيرة ومختلفة. لو سألت نفسك ياتو طريقة فين هي حقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ياتا الأحمدية ولا القادرية ولا البرهانية ولا النقشبندية ولا أولاد كدباس؟ يا تحقة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا في القرآن اللي نزلوا على محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا: منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. تجي تسأل دين يقول لك: نحن عندنا صلاة الفاتح اللي بيقراها مرة واحدة أحسن من القرى القرآن 6000 مرة. تمشي لديلك يقول لك: نحن شيخنا قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. تمشي للقادرية وللسمانية يقول لك: رجلي هذه على رقبة كل ولي. وتمشي لبتاع البرهانية يقول لك: أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي، جبريل ميكال إسراف هم جنودي. جنوده تبتع البرهانية راجد في السوق الشعبي، عنده قبر في السوق الشعبي، قال هم جنودي في التصريف، هم تحت إمرتي، تطاوعني الأملاك، الملائكة بتطاوعني أنا، قال تطاوعني الأملاك بالجود والقرى وكل ذوات الكاف ترهب صولتي. أي شيء مخلوق بيكون بخاف مني أنا، قال ده في كتاب اسمه تبرئة الذمة ونصح الأمة، اشتريته أنا من الدار السودانية للكتب، بفاتورته قاعد في البيت. كويس، النبي صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا بالطريقة دي؟ والله زي ما ربنا قال: كل حزب بما لديهم فرحون. الناس المحتفلين بشيوخهم، اي واحد شايل شيخ ورافعه فوق يقول لك: شيخنا ده زيه ما في، بتاع الزريبه قال لك: الا يا رجال الغيب انتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، ايلحقني ضيم وانتم حمايتي، والهث عطشانا وقد فاض بحركم، الا حاشا وحاشا أن تضيع عيالكم فأنتم عيال الله، والأمر أمركم، الأمر أمركم، إذا شئتم شاء الإله. يعني أنتم قبال الله ذاته، إذا شئتم شاء الإله وأنتم تشاءون ما قد شاء لله دركم. أها رأيك شنو ده؟ احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقبل كلام زي ده؟ كلام زي ده في شيخ يا أخي في نفسه ما بيقبله، في نفسه اللي هي نفس علية ونفس كريمة، خير من مشى على هذا التراب وخير من تنفس هذا الهوى النبي صلى الله عليه وسلم، كلام زي ده ما بيقبله. جات جارية صغيرة بتمدح فيه قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. قال لا، لا تقولي هذا، ده ما تقولي، لا يعلم ما في غد إلا الله،
ده النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشرية. بيقول لا يعلم ما في غد إلا الله. أمشي للجماعة ديل قول لهم أنتوا بتجيبوا الرايحة وبتعلموا الغيب؟ يقول لك أيوة نحن وشيوخنا وده عندنا الدائرة نسوي لك. أمشي لهم ده احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشرك اللي جه حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتفل به؟ نحتفل به بالشرك؟ وده فضلا عن بقية الأمور الثانية. فتيات متبرجات، جماعة بروجوا البنك جوا وبيعوه، مساطيل بيرقصوا جوا، غير ده كله. ده سيبك منه، الشرك ده أفظع ذنب وأكبر ذنب ربنا ما بيغفره. الشرك جوا ساحة المولد احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده ما بيجوز يا اخواننا ولا ينبغي. وانت الواجب عليك تبعد نفسك وتبعد اولادك وتبعد اهلك، ما توديهم ولا سياحه ولا تاكلهم حلاوه، عشان انت تكون ممن سار على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفلح يوم القيامه وتشرب من حوضه الشريف بيده الكريمه صلى الله عليه وسلم، وتنال الشفاعه منه عليه الصلاة والسلام، وتكون من حزبه وأوليائه وأنصاره في الدنيا. أسأل الله تعالى أن نكون منهم جميعا، وأن يتولانا الله تعالى برحمته، وأن يجعلنا من المشفوع لهم يوم القيامة. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.